سلام بنات كديرين، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كدير مع الصحه؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى البنات الامور تكون لاباس وتكونوا مزيانين وتكونوا بخير. المهم كنت لكم البنات في الفيديو السابق قلت لكم عندي لكم مفاجاه وعندي لكم فيديوهات جداد وعندي لكم جلاب جداد وشي حاجه. المهم انا كنحاول نسير الموضه باش تقول البنات ما كتجاوبيناش يا مريم، تحسبكم انا مريم كسجل على شنو؟ رانا دايره هدى ونورا خدامات وانا رانا ديما كنقلب على الجديد من جديد لجديد من جديد لجديد ان شاء الله يا ربي. المهم البنات كي كتشوفوني جايه لكم بهذا الكوليكشن هذه اللي مبهجه وصراحه اللي هي عاديه ولكن تخشك وزوينه ترجع خارجه في طوندونس دابا. وتقريبا كاينين شي كوليكشن البنات اللي رائعه 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 بزاف 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 اللي عجبتني انا شخصيا وكنحاول نجيب على ذوقي. يعني كي كتعرفوا يمكن نحاول نجيبوا حاجه قديمه وحاجه جديده ونتبعوا كاع نرضيو كاع جميع الاذواق. اللي بغى المنبت هادشي عارف النطاق الجديد بالبلدي، اللي بغى المنبت لا لا، اللي بغى الراندا، اللي بغى الطرز، اللي بغى داك الشيء مودرن وعنطبه، كلشي غتلقاوه هنا عندي في القناه ديالي قاعد مريم. المهم البنات بارك عليكم ونبقى نكثر عليكم في هاد الكاسيطه. حيت كي شايفين البنات انا اليوم جايكم بهاد الجليبه اللي هي رائعه وعجباتني البنات وجلابه غزاله مودرنة فنه. المهم كي كتشوفوا البنات هاد الجلابه هو التوب ديالها كخيب، كتقدروا تجمعوه اسي شتو هو كخيب، راه يبان لكم كيبان شويه داك الديباردور لتحت. تقدروا حتى نتوما تلبسوا تحت ديباردور ولا تشوفوا تشوفوا شنو. المهم ها نتوما البنات راكم عارفين هادو هاد التوب كريب هو اللي خارج في لا طوندونس، هو اللي كيخدموا عليه بزاف دابا حاليا كيخدموا عليه بزاف. هادشي اللي كاين البنات. وهاد هاد الجلابه جبناها ديال الطباعه كيكونوا فيها الوان اللي هما مفاتحين. انا كاقتراح عندي تقدروا انا نقدر نلبسها كلابسه ديباردور، هي اصلا ما كتبينش الحم لا حتى شي حاجه، حيت الديباردور كيبان حيت كانتوما كي كتشوفوا هنا يعني ما كيبانش اللحم هنا، اللي ما لابسه حتى شي حاجه راه ما كيبانش اللحم، كذلك هنا ما كيبان والو شفتوا حيت الديباردور من الفوق وجا مزيان كيبان. تقدروا تلبسوا من تحت شي حاجه هكا شي شي اشي كومبليزو شي كومبليزو ولا تلقى شحال من وحده شحال هادي ما سمعتهاش راه هكاك الرجوع الى الاصل فضيله. هادشي اللي كاين البنات. المهم كي قلت لكم غادي نوريها لكم وعجباتني صراحه، عجبتني في الفصاله ماشي داك الشيء ديال الايفازي والشنق سو سو زي يعني جلابه جايه بحال توبو. المهم انا شخصيا في ذوقي عجبتني وكنتمنى حتى نتوما البنات تعجبكم هادشي اللي كاين. ها نتوما البنات هادكا الجلابه كتجي هكذا صراحه، خاص شي واحد يصورني بعيد باش يبان لكم هذاك الشيء نيت. هو هو ها نتوما كي كتبان صراحه شي حاجه اللي هي فن البنات. هنا البنات هذا طباعه، هادو طباعه يا البنات كيجي الصوره. هاد الطباعات انا اختاريتهم على الذوق ديالي، كيجي الطباعه كتطبع في التوب. سبحان الله سبحان الله بنتي كنعسه ايفو كنجي نخدم الفيديو كتفيق ما عرفتش علاش كتقول لي ماما ما ديريش الفيديو ما ديريش الفيديو سي. انتما كي كتشوفوا البنات يعني هكا كتجي بحال الشكل ديال المراه بالكولور ديالها. ومن هنا البنات كيجي مجموعه هذا الغوز بيبي، الغوز بيبي البنات مخيط ب شنو الغوزان ديالو كرونا راه عينيه حوالو. ها نتوما البنات انا باش بغيت نكمل لكم اللبسه باش تعرفوني حاد قال ما تقولوا ما حاد قاش انا. ها نتوما يا البنات يا الحبيبات باش تقولوا مريم ما حاد قاش، انا درت لكم اللبسه وجبت لكم كل شيء وتمشي خاصني دابا نخرج ونمشي معروضه. المهم البنات هادشي اللي قلت لكم، انا جبت لكم هاد الكوليكشن واعره كنتمنى انها تعجبكم. حاجه واحد تعقبني عندي هو انها هاد السيور كنت كنتمنى ديرهم ليا السيور اكثر من هكا يجيو شويه طوال، ولكن راه هضرنا معها دابا راه سيرتينا السيور اللي هما طوال حيت هادو على السيور. ها
هادو هكا كيكونوا معاه فهمتوا شتوهم هادو على السيور دير سيور طوال. وبالنسبه للبنات لهنا هذا القب القب حتى هو ما دارت ليش الشاشيه ومعاك نشاطين معاها درنا الشاشيه ما دارش الشاشيه قاطرس لينا السيور والشاشيه ايها الخياطه غنخرجوا منك السيور والشاشيه المهم كشتا البنات انا كي قلت لكم يعني هكا جلابه صراحه زويده بزاف بزاف انتوما شتو الفساره ديالها البنات جايه من هنا عريضه ماشي ايفازي جايه هكذاك كتلبس عريضه فهمتوا يعني هادشي اللي خرج لا طوندونس وشي حاجه زوينه البنات والله زوينه شي حاجه مودرنه زوينه غنحاول نلبس لكم حتى لون البنات 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 شنو الاقتراح ديالكم باش نحاول فاش نتا هنا حاول نلبس هذا كاين جايبه عاوتاني حتى في هذا الشيبي الشيبي البنات انا نشوف لكم شي زواقه اخرى نشوف نحاول نلبس لكم شي زواقه اخرى كاينه هذه الزواقه عاوتاني يا حبيبتي هذه غادي نحاول نلبس لكم هذه الزواقه هانتوما البنات نسيت قبل ما نسد الفيديو هادو بغيت تخليهم بحال هكا كتخليوهم يعني تكونوا لابسين شي دابا شي ديباردور خلاص راكم بغيتو تخليوهم بحال هكا محلولين كتخليوها كتبقى هذا ليكم غير يعني قلت لكم التعقيب اللي عندي انا هو على السيور الخياطه عندي زقرامه جابت لي السيور فيهم هكا وما شي حاجه واعره يا البنات المهم البنات كي قلت لكم دابا انا نحاول نلبس لكم كولور اخر ما سبحان الله ما كنحملش نجي هكا صغور ولقى شي حاجه عندي ما مقداش كتبقى تشتت لي الانتباه هانتوما البنات هذه الثاني جلابه هذا هذا البنات اللون كشيري بحال راسي كشيري هانتوما كيجي هكا يعني هكا البنات دابا خاص هو الصراحة خاص الكاميرا تبعد ما عنديش عندي الدقة البنات باش تقدروا تشوفوا كل شيء والله خاص الكاميرا تبعد انا نحاول نشوف هكا البنات مشيت هزيت الطبلة وبعد انتوما هكا كتجي سامبل وكي كتشوفوا كي قلت لكم توبة البنات كخيب هانتوما نحاول نوريكم هادو كي قلت لكم هانتوما كتقدروا تجمعوهم ويتسدو كتقدروا تحلوهم المهم كيبقى هكذا شتا البنات داك الوجه راه كيكون فيه الاكسسواريوس يعني هانتوما كشتو يعني صراحه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف نوريكم موديل اخر لون هذه البنات انا لبستها ما كنحبش لا بوكي تشنت فيها شعري لبستها ولكن ماشي لبستها خدت هذيك اللون هذه جايه شويه هذه جايه بحال عباري هذه خدت داك اللون ولكن في زواقه ثانيه هانتوما كي كتشوفوا البنات هذا كيجي زواق ثاني هو داليك هادو البنات كيبقى الثمن ديالهم 70 اورو الثمن جد مناسب باغ كونطخ المغرب كيتباعو بثمن غالي اشنو اللي غتقولوا ليا اشنو اللي فيها باش كتباع هكا بالغالي الطباعه البنات فيك الطباعه في الثوب والطباعه كاليتي مزيانه وريسو الطباعه في الثوب هي داك الشوم الثوب كخيب هو الجوده ديالو زوينه وخياطه سامبل بلديه عاديه عاد هاد الطراسل وصافي هانتوما كي كتشوفوا هادي هاد مومو يا لي تحلى اييه
اسمي مي غوابا. انتما كيكونوا هادو بحال هكا البنات. نحاول ندير لكم شي تشوفوها كي دايره بحال شوفوا اش كي دايره انا هكا شوفوها هكا دايره هاد البنيته هادي هاد المادموزيل او المدام يجي هكا يعني شي حاجه اللي هي زوينه البنات وهادو كاملهم ديسپونيبل انا جايبه منهم وتشي هادشي زعما تاع الخياطه وقلت ليها اغلبيه المقاسات اللي المقاسات تقريبا اللي درت بحال هكا يعني قلت ليها دير ليا بحال ال اكس ال دوبل اكس وميسو دابا غادي نحاول دابا نزيد نوريكم للاخر هانتوما البنات دابا مع الموديل ديال هذا هاد الكولور هادو البنات ما ماشي خضر ماشي زرق ما عرفتش من ما عرفتش اش كيقولوا له كيمشي هكا مخيط بهاد الزيتي هانتوما كي كيجي هو يعني الصراحه شي حاجه البنات راه فيه التكفيفه من التحت كنخلو فيه التكفيفه باش اللي جاتها طويله تتنقص منا هانتوما هادشي اللي كاين البنات انا قلت لكم هذا راه طباعه في التوب ماشي ملصق وعاد كيلصقوا فيه شويه ديال ليزيست خاص ها انتما البنات هذا كامل هنا احجار منبت ملصق في الحجر كريستال شتوما البنات هادشي اللي كاين لا هما راه قلت لكم ها هو النيت هو هذا بشي بيه البنات هذا كي قلت لكم ها هو الفرق الالوان اللي كاين شتم هذا بحال خضر وهذا الشيبي لو بغيتي نلبس لكم حتى الشيبي نلبس لكم انا خلي اختار هذاك الشيبي بالزيتي انا نلبس لكم هذا الشيبي هذا اللي جاي مع لاله الهنديه اي سي وانا غنلبس لكم ماما ها انتم البنات هذا الشيبي بالتركوا هذه البنات جاتني مزيره من الوسط واسما هذا غادي نقص لكم ديك المرحله ديال الوسط تشوفوا الزنقه اللي لتحت يعني هذه طايه صغيره عليا ها انتم هذه جايه فيها بنيته شتو البنات ولد راه كيرمي لي اللعب هنا وداك الشيء بس ولدي شوف ها ولدي معلق الصاك شتو وجاي فيها بنيته بالتركواز وعليها دوك لي زيست خاص هنا كاملو هادوك لي زيست خاص هذا كيقول لكم البنات حتى هو تركوا اللي بغيتها شي وحده نخدم ليها طايه كبيره اللي بغات تخدم طايه كبيره البنات غتخدم طايه كبيره وكي قلت لكم هادو غادي نجيب منهم نجيبها الطوال الا بغات شي وحده بغاتها هكا هي هذيك بغات تخلص وتسنى يوصلوني هادوك الطوال طويله اللي بغيتها تجي طويله حتى لهنا هذيك نجيبها طويله حتى كتجي حتى لهنا هاد السيور كيكونوا طوال تجراو وتعقدوا وكيجيو كيترخاو هكاك وخاصني الشاشيه سكي فاش جينا هنا لقيت انا ما فيهم الشاشيه السلعه يلاه وصلتني الصباح لقيت ما فيها الشاشيه قلت لكم غنلبس لكم لون ثاني اخر البنات انتما البنات كنشكك لكم ونجي عندكم عاد لبسوا حطوا شحال في هاد المحنه البنات عاوتاني على الشويبي والقرونة شي حاجه روعه وشي حاجه طوب راه مصدقه
عارضه ومن عارضه الازياء للوزن الثقيل. حنا الوزن الثقيل كيجي معنا البلديه ما احلاه. اييه هلا لياتي هانتوما يا البنات يا الحلوات. اسوس المهم البنات انا قلت لكم كيعجبني نتبع الموضه كيعجبني نديرو هاد الكوليكشن جبتها عجبتني ما حطيتو ما خدمت عليه ما حتى حاجه درت فيه البياسات درت المقاسات اللي في شهوتي انا كنقول المهم صراحه حيت الاذواق كتختلف كاين اللي ما كيعجبوش هذا الشيء وكاين اللي هكا بيرو انا كيعجبني كيعجبني نتبع لا مود وكيعجبني نمشي وانا معشق الجلابه المغربيه وكيعجبني ننوع فهمتوا نتبع لا طوندونس ولي خارج بحال هكا هادي مريحه نتوما ماشي مزيره جلابه ماشي مزيره يعني تلبسها المحتاجبه واللي ما محتاجباش يقوال ما محتاجباش ها هي فنان بوكسه وزوينه هزي مع صويك ديال انا وصاكي جبتو بديك يلعب بيه ولدي هزي مع صويك ديالك ويا سطا الطاكون ديالك وانت خرج تقدري تلبسي معها حتى سبرديله اللي فهمتوا يعني اللي نعجبك انت لابساه معاها فالبنات ما كيتبهج على الالوان شوف هاد الكرونه هذا تبارك الله جاي معاه كيحمق مع هاد الشويبي جا معاه غزال يعني ملي كيزعم على الكولوريت مازال عش الشيه نديرها لاليتي القب ويا سطا هي جليبه واسعه زعما ما كيعجبنيش الجلاب مزيرين وداك الشيء ها هي جايه هكا فنان هانتوما البنات هادشي راه اصلا هاد البيس كاين حتى انا مازال ما مبيوعه فيه حتى حاجه لحد الساعه ماشي دير بحال الفيديو ديال ولد البارح هذاك الشيء كاع كنت حتى كله تبع ديك الساعه في الفيديو وكاين اللي غضب كاين اللي غضبوا احسبوا ما شتي قلت لكم يلا حطك الفيديو سي يلا حطك الفيديو وصافي واللي بغاو ريزيرفيو ما عنديش مشكل نشوف الخياطه تخدمو هذا دابا بحال هكا بدات تتزيرو كتشديه هنا كتعقديه نسو بحال هكا البنات ها انت عقدتي ها حنا قضينا ها حنا قضينا الغرض فهمتي نسو هنا دابا هي انا دابا هذا هو النقطه اللي بغيتي الا عقدتي كتجي بحال هكا فهمتوا ولكن انا بغيتو الا تعقد هاد السيور يجوني طايحين حتى لهنا فهمتوا البنات الا رسمت حيدي دابا تحيدي العقل فهمتوا البنات يعني هادو بغيتهم يجيو طايحين حتى لهنا هنا يجيو هكا شنو بغيتي ها طياره طيحت تحت داري وكندير انا نهز دابا الفرش كامل باش نديك انا الطياره يا سبحان الله فهمتوا واخا انا نجد هكا ولدي انا حلو صافي كتجي فنه وشي حاجه زوينه يعني ما كاينش يصورني من بعد باش تشوفوني فهمت ما عنديش حتى اتساع باش تشوفوني كامله كي 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 كتبان ها انت كامله لا دابا غادي نحاول نطلع شي شويه الكاميرا كنظن دابا غنصون سي كنظن دابا مشدوده كامله هاكا كتجي شله هاك كيشتا هاكا كاملة من هنا القب ديالها كتجي فنة البنات اشنو اخرين كنظن انا نوريكم الى ما لبستش الزواقة هادي لبستها هادي لبستها هادي لبستها هادي لبستها او تاتشي كامل لبستو دغيا انا لا لا ما يمكنش نكون هادشي كامل لبستو والله الا لبستها لبست الغوز بيبي الغوز بيبي لبستها قولوا لي هي الاولى اللي لبستي بها مريم تبارك الله راه لبست ليكم كاينه هذه هذه ما لبستهاش هذه هي نيت هذه بالشيبي بهذه هذه الشيبي المهم دابا عندي 10 10 اللي عندي من هادو يا البنات 10 اللي عندي من هادو من بعد هاد العشرة ما نلبسش هاد اللون هذا ها هو انا غنحاول نلبس لكم هاد اللون باش نختم معكم الفيديو البنات خسر حالة جابني قبل ما نلبسو ها تا هو هاد اللون واعر شتو كي داير البنات هذا مخيط ماما هذا مخيط بهاد اللون هذا تا هو شتو كي كيجي هانتوما
كيجي من هنا هذا بالقهوي حتى هو كيحمق البنات فهمتوا جيبات سامبل توب كريب مطبوعه هادشي طابع في الثوب غير ملصق اسو ها انتما اخترت لكم الوجود اي بيس قولينا واش حماقيتي واش حماقيتي واش تطيتي شنو مامي بلاتي انا نهزبتي وكمل معكم الفيديو. المهم البنات انا هزيت البنت ديالي كي قلت لكم صافي هادشي اللي كاين عندي وكنتمنى الكوليكشن اللي جبت لكم اليوم تعجبكم وكاينه كاين شي حاجه اخرى جبتوها ولكن غنولي لكم فيديو اخر. المهم هادشي اللي كاين وكنحاول نخدم لكم دابا على الجلالب وداك الشيء ورانا تقولوا ما خدامش معكم ها نوريكم الحلقه هي. المهم البنات كنتمنى لا فيديو عجبكم وكلشي غادي تلقاوه في صندوق الوصف المعلومات كاع اللي حب الخاطر غتلقاه في صندوق الوصف كمان كذلك عرفتي تلفتني البنات بنتي وليت كنسى اللي عنده البز ما يخدم ما يردم ما يدير حتى حاجه احنا نبقاو عن قابلو الداري وردعوا يا سطا وصدع الراس وجي المدرسه واجي واك واك او ماي جاد الحمد لله الله يخليهم لينا يا ربي ويخلي لكم نتوما وليداتكم هادشي اللي كاين والله يسمح لينا من الوالدين اللي كنقول لكم البنات كلشي غتلقاه في صندوق الوصف ونورا وهدى انا غادي كي قلت لكم الالوان عندي هنا 10 مختلفه وكاين اللون اللي متكرر وكاين هكا وكاين بحال الزرق تلقى بهذاك التركوا هكا المهم الالوان غادي نحطهم للبنات في صندوق في الواتساب ديالهم ملي دخلتوا عند نورا ولا هدى غادي تلقاو كلشي عندهم صافي والنوامر ديالنا في صندوق الوصف واللينك ديال تيليجرام في صندوق الوصف وترقبوا معايا الجديد وان شاء الله اللي بغيتوها مرحبا بكم يلا البنات هلا فروسكم اديوس الى فيديو اخر ان شاء الله.